خبز ناني الحار ذو حرارة وملوحة معتدلتين، أحمر وحار، ويأخذك مذاقه لعالم آخر. خبز ناني المحشو بمربى الورد مقرمش من الخارج وطري ولذيذ من الداخل، ويلاقي الإقبال الأكبر من الأطفال. خبز ناني الكبير سهل التخزين، وأفضل ما يمكن تناوله معه هو وعاء من الشاي الساخن. يعد خبز الناني بالجوز أكثر نوع يبرع في إعداده. إن المزج الكامل لنواه الجوز مع الطحين هو مفتاح ليونة خبز النان. يتميز خبز النان المعد بهذه الطريقة برائحة قمح ممزوجة برائحة زيت الجوز القوية، وهو مقرمش وذو رائحة محمصة يوقظ براعم التذوق بقضمة واحدة. إن خبز النان الساخن الخارج من الفرن للتو حلو ومقرمش ومتماسك قليلاً، وتفوح منه رائحة القمح القوية. قلة من الناس في خوتان يمكنهم مقاومة إغراء خبز النان الساخن.